طلعت علينا وزارة التربية الوطنية وبدعم وموافقة من رئاسة الحكومة في بداية هذا الشهر على اقتطاعات ظالمة وجائرة في حق الأجرة اللي هي حق لكل موظف، اقتطاعات التي طالت عدد كبير يقدر بعشرات الآلاف من الأساتذة والأستاذات عبر ربوع المغرب. هذه الاقتطاعات التي أهم ما يميز أنها اقتطاعات ظالمة غير قانونية مخالفة للدستور، لأنها بنيت على أساس الإضراب والإضراب حق دستوري، ثم ثانيا لم تحترم فيها المساطر القانونية المعمول بها في الاقتطاعات، وهي توجيه استفسار للموظف ثم تقديم ديال هذا الموظف للتوضيحات ثم بعد ذلك إشعاره بالاقتطاع. هذه الإجراءات المسطرية كلها لم تتم احترامها، وقامت الوزارة ضدا على كل القوانين والتشريعات المعمول بها بتفعيل اقتطاعات بشكل مباشر. أكثر من هذا، اقتطاعات تسمت بالارتجالية لأنها شملت أساتذة في حالة رخصة كما هو الحال بالنسبة للأستاذة في حالة رخصة ولادة، شملت كذلك متصرفين تربويين مكلفين بالإدارة التربوية في المدارس وهم غير معنيين بالإضراب، وشملت كذلك حتى بعض الأساتذة الذين لم ينخرطوا في الإضراب. أكثر من هذا كذلك، اقتطاعات لم تحترم القدر والنسبة المئوية المعروفة في الاقتطاعات. يجب الاقتطاعات كما هو معروف قانونيا أن لا تتجاوز 20% من أجرة الموظف. عندنا أساتذة وأستاذات بلغت الاقتطاعات لهم في هذا الشهر 4000 درهم وكاين 3000 درهم وكاين 1500 درهم، وهذا كله يؤكد أن الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة لا تحترم القانون وتضرب به عرض الحائط، ولا تحترم حتى حق المواطن المغربي المتمثل في الأستاذ والأستاذة في العيش الكريم. إضافة إلى أن التوقيت ديال هذه الاقتطاعات والشكل ديالها هو استفزاز، هو تعدي على حقوق المواطنة وعلى حقوق الموظف في أجرته وفي حقه في العيش الكريم. نقول لها باسم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم للمغرب، نقول للمسؤولين في هذا البلد، الاقتطاعات لن تثنينا عن الاستمرار في إضرابنا. المطالب واضحة وبسيطة في المتناول ويمكنكم تحقيقها بجرة قلم، إلا أنكم أبيتم وتماديتم في غيكم، فالفاصل بيننا وهو الإضراب والميدان.